في رصاص بيضاء طيب في الملحق رقم واحد في عقد كبير المفوض لشمل النفايات والنظافه من طرف شركه سينكو، وبالتالي يطلب امام المجلس تطبيق الفقره الثانيه من ماده 22 من قانون التنظيميه عدد 14/2013 يتعلق بالجماعات التي تنص على ما تعرض نقاط مدرجه لجوار امام المجلس لزوما على اللجان الدائمه المختصه لدراستها، وفي حاله عدم دراسه اللجنه الدائمه لاي سبب من الاسباب لمساله عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشه يقتضي بالتداول او عدم التداول في شانها، ويبقى للمجلس مسؤول.